دي يعتبر اول مشاركه ولا تاني مشاركه من 16 سنه 15 سنه، زي ما كنا بنقول قبل كده في الماتشات اللي فاتت. عندنا لعيبه لسه كل ماتش بتاخد خبره، يعني كل ماتشات اللي المفروض اللي هم ست ماتشات اللي فاتوا بالنهارده الاخير، يعني ماتشين وفي واحد ما لعبناهوش بتاع مالي عشان المشكله بتاعت الاتحاد المالي، فهي كل ماتش كنت بتاخد خبره. انما انت عندك اللعيبه بتاعتك ما لسه ما فيش، يعني كتر خيرهم انا بشكرهم ان هم عملوا اللي عليهم، ادوا حاولوا، في فرص ضاعت كتير، كان وارد فرصه من الفرص الكتير اللي حصلت في الماتش كان ممكن تريحنا خالص، وده اللي كنا احنا بيتكلمنا فيه واللي كنا احنا بنتمناه. اتحاد الكره بتاعك ما بيرحمكش، لما تيجي تلعب طالع من ماتش افريقيا وصعب وتعب واصابات، يعني حتى ما بيجي يحط الخريطه بتاعت علاء يعبني الساعه 3، طب ما انا لاعب تعبان، ما انا تعبان وعندي اصابات، طب لعبني يعني في الفرقه اللي هتلعب اكيد لو في اليوم ده في ماتشات تانية مستريحين، يعني ما تلعبني بعد 3 ايام ولا حاجه وتلعبني الساعه 3، يعني ايه 3؟ يعني احنا داخلين، احنا في صيف، داخلين على الصيف دلوقتي خلاص، بلعب 3؟ طيب بلاش يا عم صيف ولا شتاء، انا ده راجل دلوقتي طالعين من ماتش افريقيا وتعب، فلعبني حتى الماتش في اليوم دوت 5 6 7 زي ما لو في 3 ماتشات لعبنا الماتش التالت هيحصل حاجه؟ يعني مش والناس المتابعه انت الاشاره بتاعتك النادي المصري بيلعب بيبقى فيه كل قناه الله الحمد كله متابع ويهمه جدا يتفرج على ماتش على ماتشات مصر، فانت ما تتعبنيش وتضغط عليا من غير ما تفكر، بتفكر للناس الثانيه، واحد يقول لك مش هلعب يعني مش هلعب، تيجي تقول اصل الموضوع اصل انا ما اقدرش معلش هنأجل عشان خاطر وانت كنت بتأجل لي ساعه وبتيجي تأجل الناس التانية، فاهمني؟ بتأجل الفرقه التانية عشان انت ما ينفعش تكح، فاشمعنى انا بتتعبني؟ يعني حتى مش بطالب ان انا تساعدني. فاكر انت الماتش بتاع المقاصه كان يوم 24 قدموا 23 وكنا جايين من افريقيا برضه فاكر؟ فقلنا له خليها تقليها ما نلعب، ما حدش بيسأل فيك، ما حدش حتى بيتناقش معاك، انما الفرقه الاهلي او الزمالك كلمه بتاعتهم واحده، هو اللي هيمشي، مش هلعب ماتشات الا لما افكر اعمل جماعه عموميه ولا اعمل بتاع، والدنيا بتسمع الكلام، النادي قال لك مش هلعب الا لما ده يلعب، فانا بتكلم يعني خلينا ناس محايدين وخلينا ناس ما نظلمش حد، لان احنا يعني النادي المصري بيتعب، فانت على الاقل الماتش اللي جاي ما تلعبنيش الساعه 3. الحاج سمير او الاستاذ سمير حلبيه قال الكلمه الاولى والاخيره للجهاز في شراء واللعيبه، اللعيب ده عايزه يمشي، انتوا الكلمه الاولى والاخيره في ده احترام، لان ده شغلنا، هو احنا بنقول عايزين كذا كذا ويوفر لنا الجو المناسب بتاعنا، فده الاحترام والنظام. انما بقى في انديه ثانيه ممكن بقى كل واحد بيتدخل في كل حاجه، بيبيع ويشتري ويلعب وينزل ويشيل المدربين دي بتاع عندهم هم عامه، انما احنا شغلنا واي مكان فيه انا موجود فيه انا وحسام كل واحد عارف حدوده كويس قوي، احنا بنحترم مجلس الاداره بتاعنا وهم عارفين بيحترمونا كويس قوي وعارفين ان